يخرب بيته، انا بتحمل نشرة الاخبار كلياتها مشان نشر جوية، ولما صورتها تعطل لك مو هيك، ليش بتنزعوا اكثر؟ انا بعرفه واشتريته من سوق الحرامية، هن قالوا لي وقت بيصنح ما بيجي غير هيك. من البلاد وتناقصت الغيوم على المناطق الغربيه والجنوبيه بشكل واضح مساء اليوم. هذه الغيوم من النوع الممطر، هناك في شمال وشك الكازيه. ليش الكازيه هلا؟ ونجيب مازوت. ما سمعت المذيع شو حكى؟ شو حكى المذيع؟ الجو صاحي ودرجات الحراره فوق المعدل، معناتها رح يجي منخفض، تنزل درجات الحراره الى ما تحت الصفر. ما حلك تحفظ درسك. برتيني لا ستي، مو لهالدرجه هي. عم قل لك قوم، ولا ما بتقتنع الا بس يدب الزير بالجب. هلا الكازيه بتكون سكري؟ لك ما بتسكر لبعد 12. لك طيب بروح، بس انا ايش مستعجله هلا؟ عم قل لك بعد 12 بتسكر. اذا لقيتها مسكره بروح الصبح. وليش ما بتروح هلا؟ لك بدي اشوف المسلسل. لك بعد تخلص الدعايات الا بتكون رحت ورجعت. لك هلا بلا ما الشعر الزوبيا، بكره من قبل بروح. عم قل لك قوم روح هلا، ضروري تقعد مثل النسوان بعد المسلسلات. رايح رايح مبصي بلا ما نشوف. لا تنسى الله يا رب، بموت وبتتبكي فيني، ما تغيرنا تدفنيني ولي على حظي انا. انا روح دايما بهتني. ميلي يا ميلي، شفيق شفيق، ولا عمود من بردي؟ شو؟ عمود من بردي. بداني على بكرة الصباح، شو بتساوي لك؟ شو شايفتيني دفاية؟ لك مو دفاية، بس اعطيني شوي من الحال. بدل هاللعب والعلاب كله، قومي روحي شعلي الصوبيا، من هون لشي ساعتين تدفى الغرفة منيح وساوي لي قهوة قبل ما اروح الشغل. قومي. شو بتأمر؟ امبارح المساء ابو طمزه جاب بيدون حطه قدام الباب، شفته لما جابه روحي عبي الطاسه منه. شفيق لك يزعلوا، لا تخليهم يحسوا.